أن النساء من أكبر الفتن، أن النساء من أكبر الفتن كما قال تعالى: ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقد تسحر المرأة زوجها لأجل يحبها، يسمونها العطف، لأجل يحبها فتسحره أو تطلب من يسحره، تستأجر من يسحره. فالمرأة فتنة وضعيفة، ويأتيها شياطين الإنس والجن ويقولون لها: إذا كنت تريدين أن زوجك يعطف عليك فاعملي له كذا وكذا. فمن حرصها على محبة زوجها لها، حرصها على ذلك، تعمل السحر. نعم، لأنها عندها عاطفة وهي ناقصة عقل، كما في الحديث ناقصة عقل ودين. فالمرأة من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة إذا لم تضبط بضوابط الشرع فإنها تفسد وتفسد في المجتمع. إذا أهملت وجعل لها الاختيار ولم يكن عليها قوامة فإنها خطر على المجتمع. وهذا ما يحاوله الكفار الآن مع المرأة المسلمة، كما تشاهدون وكما تقرؤون وتسمعون، يحاولون تمريد المرأة المسلمة على مجتمعها، على زوجها، على أهلها، على مجتمعها، ويقولون لها الحرية. المرأة لها الحرية، هي إنسان لها حريتها، ولماذا تظلم؟ يظنون أن هذا ظلم، وهو هذا هو نفس الظلم، يعني كونها تخرج عن تخرج عن طورها وعن خلقتها ومكانتها في المجتمع، هذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضعت المرأة في غير موضعها وأسند إليها أعمال الرجال، أسند إليها الأعمال التي لا تليق بها، ودفعت إلى الاختلاط وإلى كشف الحجاب وإلى الخلوة مع الرجل وإلى السفر وحدها بدون محرم، إذا تركت هذه الضوابط وأعطيت للمرأة الحرية الشيطانية، فإن هذا هو الظلم لها وللمجتمع. الواجب ضبطها، وهذا أصلح لها، أصلح لها وأحسن لها. فلا يغتر المسلمون بهذه الحملة الشيطانية حول المرأة، فقد غزت مجتمعات مسلمة قبلنا، وماذا كانت حالتها؟ ووصلوا إلينا الآن، وصلوا إلينا الآن في دعوتهم الباطلة نحو المرأة. فلنحذر من هذا، ولنضبط نساءنا، ويكون لنا عليهن القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلنضبطها بضوابط الشرع، هذا خير لها، ولن نفلتها، هذا شر لها وظلم، وظلم لها. هذا هو الواجب نحو المرأة. يقولون: لا، هذا عنف، العنف الأسري، لا تضرب النساء، لا تمنع النساء، لا تمنع الأولاد، لا تمنع، هذا العنف الأسري. يمردون
الأولاد على والديهم ويمردون النساء على أوليائهم ويقولون هذا الحرية ولا تظلم النساء في كبتها بما يزعمون. نتنبه لهذا، لا يخدعنا الكفار بهذه الأمور، أو نمكن السفهاء منا في نشر هذه الدعايات والدعوة لها. نعم.